كما اختتم المجلس الشعبي الوطني اليوم الدورة الثالثة للعهدة التشريعية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي بحضور رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل، رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج، الوزير الأول نادير العرباوي وأعضاء من الحكومة. وفي كلمته بالمناسبة أكد بوغالي على أهمية تعزيز المكاسب المحققة وترقيتها، وكذا الانخراط في العمل الجماعي لإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة التي ستعزز لا محالة صرح البناء الديمقراطي ببلادنا. إنه لمن الجدير بالتنويه والإشادة ومن قبيل العوفان بصانع الرجال، أقف بكل امتنان للسيد عبد المجيد تبون وهو يسن السنة الحميدة ويجمع البرلمان بغرفته ليوجه من خلاله خطاب الأمة. هذه السنة الحميدة التي تتماشى روح الدستور، وهي الخطوة التي تعيد الاعتبار لهذه السلطة التشريعية النابعة من إرادة الشعب، تتكامل مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. نختتم اليوم دورتنا الثالثة من عهدتنا البرلمانية التاسعة هذه، وكلنا أمل في قادم مشرق بعد أن تخطت بلادنا الكثير من العقبات وكسبت جملة من الرهانات وحققت من الإنجازات ما أهلها لأن تواصل مسيرة البناء والتنمية بعزم وثبات.